بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم هنا في هذا اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر أكتوبر لعام 2016. هذه رياضة الهجن موسما بعد موسم يسطع نجمها اللامع الساطع، بريقه يتلألأ ونوره لا يطفى، ولسان مالك الهجن النور في قلبي وبين جوانحي، فعلى ما أخشى السير في الظلماء نصل إلى منافسات السباق المحلي الثالث. أيها الأعزاء، وكما تشاهدون على شاشة قناة الريان الفضائية، ما حلاوة الهجن المصطفى، حضروها مستديراتي من جموع الناس مختفة، دار باتم بالمهمات ضمن قبل وملتفة، فيهن من الصيد شاراتي، هن هوابالي وهن شفة، غايتي واغلى هواياتي. كما تشاهدون على الهواء مباشرة تصطف الهجن في هذا الشوط الأول الرئيسي، وهناك جوائز عينية قيمة رصدت عبارة عن سيارات رصدت للخمسة أشواط الأولى، وهذا هو الشوط الأول الرئيسي، إضافة إلى تسعيرة من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيها الأعزاء، نشاهد الدخول ما زال مستمرا إلى بوابات الانطلاق في هذا الشوط الذي يكتظ بالأعداد وبالمشاركين، والهدف والمطمع هو اختطاف ناموس الشوط الأول الرئيسي. الكل على هبة الاستعداد. أحيي مشاهدي قناة الريان الفضائية عبر الأقمار الصناعية، فمرحبا بالجميع. أذكر السادة المتابعين بأن مسافات هذا اليوم هي 4 كيلومترات. أيها الأعزاء، ما هي للحظات ويحين أو تحين ساعة الصفر لبدء انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي. الله، منظر مهيب. وهكذا مشاهدين الأعزاء، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الأول الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله دائما وأبدا نبدأ، وبسم الله دائما وأبدا نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. وتنطلق هذه السباقات وهذه المهرجانات وهذه الرياضة العربية الأصيلة كغيرها من الرياضات بالتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه وأبقاه. أيها الأعزاء، انطلق هذا الشوط وانطلقت مشاعر المشاركين فيه في هذا الصباح الجميل. لمن هذا الشوط يا ترى؟ لمن هذا الشوط؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ويكتب سبحانه وتعالى ما يريد. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الشاهينية. يا مرحبا بالشاهينية، يا مرحبا بهذه النجمة الساطعة اللامعة على مقدمة الشوط الشاهينية، تعود ملكيتها لحمد بن مسلم بالزفنه العامري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني حيث التواجد من الشحانية صالح بن سالم النابت المري يقدم الشحانية على المركز الثاني. الدور والنقلة إلى المركز الثالث، وصلت نوادر لمحمد بن راشد أبو سعيد الخيارين على المركز الثالث. الدور والنقلة إلى المركز الرابع، تفجير جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي. يا مرحبا بتفجير، وصل التفجير على المركز الرابع في أول نداء في هذا الشوط الرئيسي. الحمل ثقيل يا البريدي، الحمل ثقيل يا أبو هادي، وهو المشاركة في هذا الشوط الرئيسي حمل على كل المضمرين، وبالتحديد منهم في مقدمة أو منهم في دائرة وفي مقدمة النداء. الدور والنقلة إلى المركز الخامس، شعار بن عقيل يتقدم على ظهر مخوفه
صالح بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الخامس دخول وتسلل وتقدم. أيها الأعزاء اللي تتسلل في هذه اللحظات يا سلام، ارصد لي إياها يا أحمد السادة والضاحة خليفة بن حمد بن عبيد المهيري اللي أرى أمورها واضحة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الشعار بالزفنة العامري. هذه البكرة عودتنا على الانطلاقات من السباق المحلي الأول والسباق المحلي الثاني، وها هي اليوم تنطلق في هذا السباق المحلي الثالث. يلا يا رعي الشاهينية، الثالثة ثابتة. عودتنا على الاندفاعات وعلى الانطلاقات في الأشواط الحساسة. يا سلام، بينما الشحانية تحمل اسم كبير وغالي على قلوب الجماهير القطرية، وهو هذا الميدان العريق، هذا الميدان الأصيل وهذه المنطقة الأصيلة الشحانية. الله، على المركز الثاني، المركز الثالث. هنا تتقدم تفجير 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 تفجير، بينما الدخول يصل شعار بالراية. هذا الشعار الخطير، هذا الشعار المرشح انهيار انهيار عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني. تتقدم تختطف المركز الثاني، المركز الثالث. وصلت مخيفة سلطان بن سعيد بن مصبح الساعدي أبناء السلطنة قادمين. المركز الخامس ولع الشوط، يوسلم النايفة سلطان بن سعيد النعيمي. يا سلام يا سلام، معركة صباحية على أرضية ميدان الشحانية. لمن هذا الشوط يا متابعين يا مضمرين؟ بالزفنة العامري، بالزفنة مع الشاهينية على مقدمة الشوط. انهيار 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 انهيار، تتحرك انهيار، تتقدم انهيار مع الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير، الكيلو متر الخطير. انهيار، تتقدم تتسلل في صباح هذا اليوم. من كان له عادة يحضر هذا الشعار دائما في الأشواط الحساسة كعوائده، ولكن تحركت الشحانية. يا سلام يا النابت، يا سلام يا النابت. الموقف خطير خطير خطير، لا يحتمل المجازفة. الله، شعار القمرة، شعار القمرة، السندباد القطري شعاره يظهر يظهر في هذا اليوم. هزامة محمد بن صالح القمرة، هل تهزم الجمع، هل تهزم الجمع في هذا اليوم؟ بالنصرة شعاره قادم. وأيضا هنا شموخ ناصر بن علي بن حمد المري، ولكن هزو قفلت الشوط، أحكمت القبضة، أحكمت السيطرة. سلام يا السندباد، يظهر في المواقف الحرجة، في الأشواط الصعبة، شوط رئيسي. وهزامة تهزم المشاركين في هذا الشوط بهذا التقدم الخطير. يا سلام، المضمر حمد بن سالم بن جهويل قادها بن جهويل، هزامة لمحمد بن صالح القمرة. يا سلام، سلام يا الريان، سلام يا الدوحة، سلام سلام يا الشحاني، يا سلام سلام عليك يا صالح بن حمد القمرة. تهانينا والناموس لمحمد بن صالح القمرة على هذا الفوز المستحق، وتهانينا لداعم الشعار صالح بن حمد القمرة. المركز الثاني، المركز الثاني عدل مبارك بن محمد بن نصره العامري. المركز الثالث الشحانية لصالح بن سالم بن سعد النابت. المركز الرابع، المركز الرابع انهيار عبد الله بن عبد الهادي بن حمد الغفراني. المركز الخامس، المركز الخامس شموخ ناصر بن علي بن حمد المري. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في شوط ملتهب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذه هزامة واسم على مسمى، هزمت كل المشاركين، قطعت المسافة في توقيت زمني قياسي ومميز، 6 دقائق ثانيتين بالوفاء والتمام. سيظل هذا التوقيت في صباح هذا اليوم صامدا إن لم يكن هناك حدث في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لمحمد
بن صالح القمرة، والتهاني موصولة للمضمر حمد بن سالم بن جهويل، كما لا يفوتني أنا زف التهاني لداعمي هذا الشعار صالح بن حمد القمرة، تهانينا والناموس المركز الثاني شعار بالنصرة. 6 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. عدل احتلت المركز الثاني، تهانينا لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، شكرا لمخرجنا أحمد السادة وأيضا لعلي بوشارب. المركز الثالث وصلت الشحانية، 6 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لمالك الشحانية صالح بن سالم بن سعد النابت، ما قصرت الشحانية في هذا